في مستهل زيارته لروسيا أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح محادثات في موسكو مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف بحث فيها آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة لافروف أكد أن إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين يمكن أن يكون قاعدة لحوار ليبي ليبي وأن بلاده ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية وستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس مع فتح قنصلية في بنغازي. رئيس مجلس النواب المستشار جيلا صالح أكد على شرعية البرلمان الجسم الشرعي المنتخب الوحيد في البلاد، وقدم إحاطة لوزارة الخارجية الروسية حول الانتهاكات التي ارتكبها الرئاسي في طرابلس بدءاً بالاتفاقية مع تركيا وصولاً إلى اختراقات اتفاق سخرات وأوضح أن مدة الرئاسي انتهت منذ فترة، وأن هناك أربعة من أعضائه قدموا استقالتهم، وأن من يتحكم بالرئاسة هو القرار التركي. ونشكره على تفهمه لمبادرتنا بمجرد إعلانها. يمكن كان أول وزارة خارجية تؤكد على هذه المبادرة. هذه المبادرة تقوم على أسس عرفية ليبية. وقبل لقاء لافروف اجرى المستشار صالح محادثات مع فالنتيا ماتفينكو رئيسه مجلس الاتحاد الروسي واستعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضروره ايقاف القتال وبدء الحوار السياسي وشدد على ان حكومه الوفاق غير قانونيه وانها لم تنل الثقه محملا المجتمع الدولي مسؤوليه ما حدث في ليبيا لانه اعترف بها رغم ذلك بدورها اكدت رئيسه مجلس الاتحاد على اهميه الدور الذي يلعبه المستشار جيلا صالح كرئيس للبرلمان